يوحنا جاء إلى هذه المغارة، تعتبر مغارة القديس يوحنا، سمع صوت كبوق، ويقال إنه هذه التشققات اللي بتشوفوها في الصخر بسبب الصوت الشديد كالبوق، وهي عبارة عن مثلث ترمز إلى الآب والابن والروح القدس. وعاش يوحنا مع تلميذه في هذا المكان، كان عجوز، كان شيخ كبير في مكان اللي كان يوضع رأسه فيه لما عاوز يرتاح، وأيضا المكان اللي يتكئ لما يقوم، وأيضا عندما كان يأخذ هذه الإعلانات تلميذه بروخوروس كان بيسجل، كان بيكتب هذه الإعلانات، لأنه شاف الرب يسوع المسيح الممجد في وسط السبع المناير، بيمينه سبع كواكب، من فمه سيف ذو حدين، معاه مفاتيح الهاوية والموت، كلها مواصفات حلوة وجميلة لشخص الرب يسوع. والكنيسة الأرثوذكسية علمت شعبها من خلال الأيقونات، بتلاحظوا الأيقونات اللي بتدرس تاريخ الكنيسة والرسل القديسين، تتكلم عن كل حدث مكتوب في سفر الرؤيا في هذه الكنيسة.